الرياضة جزء من حياتي. بديت as a horseback rider من show jumping، فقعد ضليت فيها 9 سنين أشارك بطولات محلية ودولية. بعدين يوم من الأيام دخلت مع ربعي triathlon club، كنا بس عشان الفتنس، فما كنت أعرف شنو الرياضة. ما دي كنت يعني بس إن فيها سباحة وقاري وركب، فقمنا إن ندخل معاهم ونجرب. عجبني الوضع، كان عندي مرة بطولة في أبوظبي حق شو جامبينج، وبنفس الوقت كان في تريathlon ريس، فقلت بجرب حظي خلينا نشوف شنو يعني الوضع. كان كله بنفس الأسبوع، وأنتوا يعني تدرون إن تريathlon يعني تتطلب وايد جهد، يعني جسدي أكثر من مثلاً الخيل وانت فوق الحصان، يعني ما فيها الفتنس العالي. بهذا الاسبوع خذيت قاري وخذيت سرجي بعد معي مره واحده، ورحنا ابو ظبي. طبعا ما حد من اهلي يدري عن التراثلون، لان كان صعب حقي ان اشرح لهم شنو هالرياضه، لان اول ما كانوا يعني يتقبلون ان واحده تركب برا ولا تسوق قاري بالشارع او يعني ونسبح. وكان السباحه كان الفير، يعني لازم اطلع من البيت ساعة 4:30 الفير عشان أقدر أوصل حق السوم سيشن. شوي 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 كانوا أهلي يشوفوني يعني أطلع، لما يطلع يشق النور أقول لا بروح السباحة بسبح، يعني كانوا شوي يقبلون. بس لما رحت أول سباق حقي في أبوظبي ما كانوا يدرون عنه، بس إنه بروح حق شو جامبينج. فرحت بأبوظبي وشاركت بالشو جامبينج، وبنفس الوقت شاركت في بطولة عربية ما قدرة وتحمل، وهذا كان هم من أول سباق حقي بقدرة وتحمل على الخيل. ما كنت مجربة، ولا كان يعني كانت مسافة وايد عالية، كان 90 كيلو، وأنا ما كنت ما أعرف شنو 90 كيلو المسافة بالضبط. يعني ما أحد يشرح لي والله 90 كيلو من هني إلى بنيدر ولا إلى خيران كذي أفهمها، بس إن رقم ما كنت أعرف المسافات. فخلصت قدرة التحمل، يعني خذ مني يمكن 6 ساعات، وكان يعني جسمي متكسر، يعني ما كنت أقدر أسوي ولا شيء. وبعدها بيومين هو سباق تريathlon، فحزتها كان جسمي مين ما حتى أصعد داري ما قدرت. رحت الطبيب عطوني مثل أدوية بس عشان يرخي جسمي. خذيت قاري وركبتها ورحت التريathlon ريس. فكانت هذه أول تجربة حقي، ومن بين الناس كنت يعني انا الوحيده اللي كنت لابسه حجاب، يعني الكبت بيسكلي. فكل من الناس يعني مو متعجبين، لان هذا كان 2011. الحين يمكن شويه تفتحوا وقاموا يشوفون وايد ناس يعني نفسي ونفس باقي البنات، فكل من متعجب. الكاميرات كانت كلها حولي وانا ما كنت ادري ايش السالفه. فخلصت يعني الحمد لله قدرت اخلص، وكان يعني ماي رانكينج كان زين، بس حزتها ما كنت افهم شنو يعني الرانك، بس اني اخلص تريathlon بيسيكلي اني ادخل السباق واخلصه. فمع الوقت استانست وايد على التريathlon، وبعدين صارت عندي اصابات من الخيل حق ظهري. I had to stop show jumping عشان ماي انجري. فقلت خلاص مدام اني خلصت يعني وقفت خيل، مع انه ما كان سهل انه اوقفه، رحت ركزت على التريathlon. اهلي قاموا يتقبلون ان اطلع الفير اسبح، بعدين اداوم. كنت طبعا اداوم بالبنك وبعدين اكمل ماي اذر سيشنز اللي هم سايكلينج رانينج. القعده عشان ماي انجري ما كنت ارتاح لها، خصوصا بدوامي، لانه يتطلب اني اقعد بالمكتب شي ساعات وايد، وانا ما اقدر عشان يعني عشان ما ينجي. ف كان افكر ان لازم اغير مكاني، ما قدرت. كان على طول اقدم استقالتي، وقمت اشتغل في مدرسه بريطانيه as a PE teacher. وطبعا هذا يعني احسن decision سويته. طبعا هم من الناس يعني شلون انت مدرسه PE، كل ما اقول حق احد يا PE teacher يصير
يعني ايش قاعد تسوي؟ بس انه عادي انا هذا لان اهم شيء ان اتحرك وهم المدار مداري الانفايرمنت وايد زينه وخلاني اركز اكثر على رياضتي لان اتحرك واشوف الناس اللي معي كلهم ذا اكتيف ويعني يمارسون الرياضه فهم من هذا اعطاني وايد فكره زياده عن الرياضه. ظليت اتمرن تراثلون. مره كنت رايحه مع اهلي مسافره فاخذت قاري قلت خلا يعني هم اتمرن منك ولا طلع فيه كم سباق كان بموريشس 2013 وكنت اتمرن يعني انا بنفسي عندي ماي تريننج بلان واطلع قاري ولقيت جروب اتمرن معاهم ولا في هالسباقين كانت تخلص سباق وقدرت ان اخذ مركز حزتها مني لما طلعت المركز الثاني واللي كنت قاعده انافسها هي كانت اولمبيان هم بتراثلون فيعني استانست ان قدرت اخذ مركز فمن هذه النقطه انه صار فيني ان اقدر انافس يعني مو عشان ان انا عربيه وما عندنا القدره ان ننافس مثلا اذا ان كانوا يوروبيانز ولا كانوا اجانب فصار فيني ان يعني ليش ما اتمرن زياده واقدر انافس الناس صار عندي مدربي كان خاص فكان يعطيني مثل تريننج بلانز وقمت امشي عليهم ويوم عن يوم الحمد لله يعني المستوى قام يصير وايد احسن وهو كان يشجعني ان ادخل سباقات بس من حزتها قمت اروح انافس في دبي والبحرين وابو ظبي وشرم الشيخ لما يشوفون واحدة عربية مثل يعني they underestimated لما يقولون لا لما يشوفهم بالستارت لاين لابس يعني على انا لبسي وكذي ما يعطوني اتنشن لان يدرون انه ما راح انافس بس بعدين لما ندخل الريس لا يشوفون انا معاهم لما اخلص مراكز بقدم يقولون والله هذه من الكويت وعربيه كذي يصير فيهم يعني حليلهم انه قاموا يدخلون بها بهالرياضه خصوصا ان هذه الرياضه جديده وتوها داخله حتى الاولمبيكس بس من سنه 2000 كان مدربي يقول انه جاب لي فكره الايجين جيمز اللي هو اسياد اللي توها صارت 2009 طبعا المستوى من هناك يعني مستحيل لما اقول لا ان انا اروح من هناك وهم قاعد اشوف الاسامي من والمنافسات اللي قبل ماكو ولا واحده عربيه داخله وكلهم يعني عندهم باك جراوند بالرياضه مو طبيعي ومثلا اليابانيين يعني هم ذا رانكت الخمسه على العالم او العشره فاقول لا مستحيل يعني الضغط اللي راح يصير مو ما ادري اس انبليفبل كان يقول لا عندنا 7 أشهر ان نقدر يعني نحضر حقه فقلت له ليش لا خل اخذ هال يعني مثل تحدي مثل ما قلت تحدي على اقل شيء يعني اي لوك فورورد تو فقلت يلا وبس يعني من حزتها طبعا التمرين ساعات يعني قمت اتمرن 25 ساعه بالاسبوع اسبح حول يمكن 18 كيلو بالاسبوع وقاري يمكن 200 كيلو وركض يمكن 18 هذا كان اصعب فتره مريت فيها بحياتي لما قاعده اتمرن حق الاسياد يعني الناس كلها رايحه الصيف تستانس احنا كل يوم كنا نتمرن 4 مرات ولا 5 مرات يعني ما كان شيء وايد يونس بس انه بس لما تفكرين انه شنو اللي بتوصلين له مني يعني شوي ترتاحين فلما رحنا اسياد طبعا هذا اكبر ضغط مريت فيه بحياتي كنت اول عربيه تدخل بهذه الرياضه فكل كان كل الاضواء علي انا وهم بيوم السباق الناس يعني مو مصدقين شلون واحده من الكويت جايه وهم عربيه داخله بهالتراثلون ومثل ما قلت يعني هناك المستوى يعني وايد وايد كبير وايد عالي كلهم كانوا سباحين كلهم يعني داخلين بهالرياضه من مده كلهم بروفيشنلز انا اشتغل 8 ساعات وبعدين طول يومي بس اتمرن فيعني كان مستوى ماكو مقارنه يعني هم انذر ليفل بس يعني قدرت انافس فانا كان لبسي كان شويه خالف قانونهم عقب ما وصلت من هناك وعقب كل هالفتره هذه يمكن 6 أشهر او 7 أشهر نتمرن انا ومدربي رحنا عندهم مالت لجنة الحكام فقالوا لي إن مو أكيد نقدر نخليك تدخلين أو لا أدخل عادي بس إنه يخلوني ألبس اللبس اللي أنا أبيه
لان الماتيريال اللي راح استخدمه كان ممنوع من لجنه الفينا مالت السباحه. ماي اونلي اوبشن ان البس هالشيء ولا راح البس لبس ثاني وما راح يخليني اقدر اسبح وراح يبطئني راح يلخبط كل شيء. فقعدت معاهم وما كنت يعني كنت ما ادري شنو راح اتوقع يا اي يا لا. واذا قالوا لي لا ما راح ادخل لانه ما راح البس اي لبس ثاني لانه في ماتيريالز يدخل فيها الماي فما راح تقدرين لانه راح مثل ما قلت راح يبطئك ويدخل ماي مو الماتيريال اللي تبينه وانت يعني متمرنه كل هالفتره واخر شيء هذا يردك. بس قعدت معاهم والمدرب قاعد يوضح لهم يعني المدرب يلعب دور وايد كبير انه قاعد يشرح لهم ترى انا مو جايه مني مثلا راح افوز مركز اول انا بعيد عن حيل عن المركز الاول انا بس جايه اني اشارك واثبت وجودي واخلص السباق. فقعدوا سووا اجتماع وما بقى على السباق الا يمكن فيو اورز الحمد لله كان يجون كان يقول اوكي رضينا لك تقدرين تدخلين. دخلت الريس يعني مثل ما قلت يعني كان بريشر مو طبيعي بس الحمد لله قدرت اخلصها يعني مو الوقت اللي ابي بس اللي هم بس بالبايك والرن الحمد لله I did my best والحمد لله كل من كان مستانس من الانجاز. الناس قاموا بالعكس يبي يدعمون ان المرأة العربية هم تريد وتشارك اكثر. يعني أنا أحب المنافسة وأبين حق الناس إن كفتاة عربية أو كويتية أو خليجية نقدر ننافس يعني ننافس إن كانوا أوروبيين ولا أجانب يعني عندنا القدرة لأن وايد ناس مثل ما قلت إنه ما عندهم لا إحنا ما عندنا الأبليتي ولا ما عندنا السكيلز إن ننافس الناس الثانيين. فأحب مثلاً I prove them wrong. You have to believe in yourself. أهم شيء هذا. يعني عندي أنا مثلاً العادات والتقاليد شوية set back حق الناس. بس بالعكس يعني إذا أنت تسمعين حق الناس ما راح تقعين ما راح تقدرين تنجزين. فبالعكس يعني do your best. إذا الواحد بيدور له مثلاً أعذار مثل أعذار يقولون لا والله ماكو مكان أركض فيه ماكو مكان أسبح أو أطلع بالقاري لا لازم أنت تبدلين جهد وتروحين الدورين. يعني أنا ما كان عندي مدرب رحت دورت لي مدرب صج بالكويت يعني ماكو أحسن أماكن تسبحين فيها ماكو أحسن أماكن تركضين ولا يو بايك بس إنه لازم تلقين لك طريق. يعني ما تقولين لا والله ما أقدر وأقعد لا بالعكس روحي طلع الدوري يعني you have to fight for it. الناس لازم تحط أولوياتها يعني ما يصير تقعد بالبيت مثلا والله تقول أبي أروح الأولمبيكس بس في أبي بنفس الوقت أبي أروح أستانس ولا أبي my social life تكون هم زينة. لا يعني لازم تحطين أولوياتك. لازم هم يكون التشجيع من المجتمع نفسه لأن الناس يشجعونك إذا أنجزتي. بس أنا ما أبي أحد يشجعني لما أنجز أبي قبل لا أنجز الناس تشجعني يعني يعطوني يقول لا والله روحي يعني يعطوني الحرية أن أتمرن مثل ما كثر ما أبي. يعني هذا الوقت الصعب حق الشخص يعني مو أنه لما أوصل للبوينت اللي أنا أبي لازم الواحد يبذل جهد عشان ويعرف شنو أولوياته إذا صدق يبي ينافس ويشارك. قاعد يصير وايد تغيير الناس قاعدة تتفتح أكثر المرة يعني تقدر تنجز إن كان بالرياضة ولا إن كان بأي شيء ثاني ولها القابلية على المنافسة. نحن قادرات. We can do it.